يمكن لو حاولنا يعني نربط الموضوع بتاع التفسير والتخيير في مسألة القضاء والقدر. لو حاول الأستاذ يعني يوضح لنا أو يشرح لنا معنى يعني القضاء والقدر وربطهم بحكاية التفسير والتخيير، يمكن المفهوم أو الصورة تكتمل لنا، لأنه فعلا حتى إحنا دخلنا في فلسفة عالية جدا، وما أعتقد يعني أنا شخصيا ما أعرف بقية الإخوان، لكن برضه وصلنا في النقطة تحت الحيرة، يعني لسه برضه يمكن حيرتنا زادت أكثر. الحيرة زادت أكثر في تفتح عن الحكاية. في القضاء والقدر، وربنا يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح للبصر. الأمر ده هو القضاء، القضاء كأنما جملة الخلق، والقدر تمثيل الخلق في المكان والزمان. كأنما لو الواحد يقول زي مثلا الشجر لما تخرج من البذرة، البذرة الصغيرة دي فيها الشجرة، هي في الجراب مثلا ما الشجرة ما ظاهرة، لكن الشجرة موجودة. إذا وجدت الظروف في الزمان والمكان، دفنت في التربة وصبت بالموية ووجدت العناصر، تقوم الشجرة تخرج من الحبة. فالقضاء زي الحبة دي، مجموع الخلق في لمحة واحدة. بعدين القدر تنفيذ في الزمان والمكان، إن كل شيء خلقناه بقدر، بزمن، بتقدير وتخطيط، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ده سمي القضاء. بعدين القضاء خير مطلق، حاجة يسمى سر القدر، أنه الخلائق مخلوقة للخير المطلق، والمجال المصير للرحمة المطلقة والنعمة المطلقة والعذاب المنتهي، النعيم الممعة وعذاب، ده القضاء. ودي في الحقيقة سميت السابقة، السابقة لكل إنسان أن يصير إلى الخير، وأهل النار في النار يطلعوا من النار للجنة، وكل مخلوق مرحوم بها. بعدين القدر هو التنفيذ، ده القدر فيه الخير والشر في تنفيذه في المكان. الشر ما هو أصل، الشر فرع، سبب الجهل، الجهل في أنك لما نحن الله عنده إرادة ونحن عندنا إرادة، نحن عايزين نقدم إرادتنا على إرادته. أنا عايز حاجة معينة، لما ما تتم حاجة غيرها أنا أسخط. السخط ده كان أنا بقول أنا أولى بتنظيم نفسي من الله، كان بقول كده، يعني حاجة أنا عايزة لما ما تمت وتم أمر عمله الله أنا ماني راضي به، ده سبب الجهل. كأني ربنا بقول أنه إذا أنت بتدبروا أنفسكم هو دبروها، يبقى تحتويشنا المشاكل والمصائب. العالمين يعلموا قبل ما تجيهنا المصائب، يعرفوا أنه الإرادة لواحد وحقها نحن نمشي به ونرضى به، لأنه إذا ندبر الوجود ده كله بالحكمة دي كلها والرحمة دي كلها والخير ده كله، وهو نحن نفسنا دبرنا في الرحم من حيوان منوي لغاية ما بقينا بشر سوي ما عندنا تدبير ولا إرادة، يبقى من العقل أن نحن نرضى بتدبيره بين الميلاد والوفاة. العلماء عرفوا دي، الما علماء يبقى مشوا لغاية ما يجي في النار. لما نيجي في النار كأنما ربنا يقول لنا هو دبر أنفسكم إذا أنتم عندكم تدبير. تجي المصائب من كل جهة، يظهر لنا عجزنا ويظهر لنا قدرته، هو نخرج من جهلنا لنعرفه. بالصورة دي يبقى هو مسيرنا بصورة خفية علينا، كأنما عقولنا اللي ادانا إياها بتدرك في حيز معين، زي حركاتنا التلقائية اللي قلناها، بنعمل على أساس تدبيرنا. بعدين رسل الهداية لنا لعقولنا لتهدينا، نخطئ ونسيب، من الخطأ نتعلم لغاية ما نصل إلى المعرفة. من الخطأ والإصابة اللي بتحصل لنا ما يحصل في المصائب، ما يحصل في النار مثلا، هي العذاب المجسد. نخطئ، خطأنا نتيجته أننا نمشي للشقة لنتلقى نتيجة خطأنا. من الشقة اللي بنلقاه نعرف خطأنا الجبيل ونعرف صحته شنو، لغاية ما نصل لتوحيده هو. فهو إذن بالإرادة بالقدر مسيرنا إلى القضاء اللي هو الخير كله، لما نعلم. وهو ربنا خلق خلق وفرض عليهم العلم، لكن ما معه حرية زي الملائكة، وخلق خلق فرض عليهم الخطأ زي الأبالسة، والاثنين ما فيهم حرية، لكن الإنسان مرة يمشي إلى جانب الصواب كأنه يتمرجح بين الملك والشيطان،
لما نمشي لجانب الصواب يبقى قريب لي الله، لما نمشي لجانب الخطأ يبقى قريب للشيطان، يتلقى عقوبته على دي ليصير إلى جانب الله. فهو مسيرنا بالصورة دي اللي نكون أحرار بطريقة تسير نتعلم. ما أظن أجابت حاجة كثيرة. الحقيقة عندي تعليق بسيط على الموضوع ده، فأرجو أنه يساعد على تقريب الفهم. الواقع في فهمي الشخصي أن إرادة الله سبحانه وتعالى سابقة ولاحقة في نفس الوقت. سابقة بمعنى أنها إرادة شاملة مستوعبة كل ما يجري في الكون اللي خلقه، ولاحقة بمعنى أنها قادرة على التغيير في أي مرحلة من المراحل. يعني مش إرادة سابقة وجامدة، سابقة ومرنة. مرنة بمعنى أن الإنسان بيفتكر يعني بتخلي منطق العدالة في التكاليف قائم ومعقول ومفهوم، بمعنى أن الإنسان فعلا ما دام كلف هو يملك إرادة شخصية، إرادته سلفا مستوعبة في إرادة الله السابقة. لكن إذا ربنا أراد له الخير، وده الفرق بين مسألة السعادة والشقاء، إذا ربنا أراد له الخير وهو في ضلالة، والضلالة دي طبعا ذاتها مستوعبة في إرادة الله السابقة، تدخل إرادة الله اللاحقة وتصحح سلوكه بما يهيئ للصواب وبما يوجه الوجه الحسن. فأعتقد أن التكليف من الناحية دي قائم بإرادة فردية في الإنسان مستقلة، مستقلة بالنسبة لصاحبه، لكن مستوعبة في إرادة الله السابقة. وده السبب اللي بيخليني اعتقد ان الناس لما يدعو ربنا سبحانه وتعالى ان يهديهم وياخذ بناصرهم ويوجههم للصواب، تتدخل ارادته اللاحقه عشان تصحح سلوكهم، وفعلا يحاسبوا على ما ارتكبوا من اثام بعداله، ويصحح خطاهم اذا اراد ربنا بعداله. والله انا عندي الفهم ده، واشعر انه لو الاخ محمود عنده تعليق عليه وربما يكون مقرب اكثر للحقيقه. الفهم ده صحيح. بيجي في وضع مثلا زي الحكايه اللي قلناها، القضاء والقدر. القدر بيدخل فيه الخير والشر، وهو مساوينا دي دخلت الثنائيه فيه، لكن القضاء وحده، والوحده هي الخير المطلق، والثنائيه الخير والشر. بعدين هنا في شرح الاخ هنا بيجي موضوع يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذول الاثنين دين، وعنده أم الكتاب. هو مسيرنا في من منطقة جهلنا بالخطأ والصواب لنجي لما عنده في أم الكتاب اللي هي الصواب المطلق، ونحن بنخرج من الجهل باستمرار بتسير لنا. وزي ما قلت أنه كأنما إرادته، الإنسان بيشعر بإرادة، لكن إرادته داخلة في الإرادة العامة، وما يمكن هو أن يهتدي إلا بهداية الله ساق عليهم. وفي المآل الناس كلهم مهتدين، لكن في المرحلة ربنا يفدي بعض ببعض. يعني لو ما الكفر ما يكون في الإيمان، لولا العلم ما يكون في الجهل، لولا الظلام ما يكون في النور، لولا الأشياء بقت ثنائية بالشكل ده العقول دي ما تفهم. هنا كأنما بجاب الإيمان وجاب الكفر، مثلا محمد وأبو جهل الاثنين كانوا ضروري. أبو جهل عنده عملية النصرة للدين، زي مثلا حكايته في بدر، كانوا الناس عايزين يرجعوا النبي في بدر والعير فلتت. بعدين الناس النفير قالوا العير ما فاتت، نحن عايزين شنو؟ قال أبو جهل لا والله لا أبدا، إلا نمشي نحن وننزل في بدر ونذبح الذبائح وتغني القيان ويسمع العرب بينا يهابوننا أبدا الدهر. فكانت دي من حقده هو وضغينته على النبي، حسادته ساقته ليجعل واقعة بدر واقعة فاصلة في الإسلام. فكأنه بطريق ظلامه، بطريق جهله، بطريق كفره نصر الإسلام بالصورة دي. وربنا يقول وما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فلولا أنه في نفس بتتحمل الرجس لما كانت في نفس وجدت الطهر. وما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ففي المرحلة ربنا يفد الناس بعضهم ببعض. بعدين زي ما سخر مثلا أبو جهل نصرة الدين، يسخر محمد ليخرج أبو جهل برضو من النار بالبركات العامة اللي بيجيبها. الصورة زي مثلا اثنين في مطمورة، مثلا اثنين في حفرة، كل واحد لو حاول براه ما بيقدر يطلعوا.
واحد شال الثاني في كتفه ده طلع من المطمورة، لما طلع من المطمورة مد يده للثاني رفعه. هذه الصورة بتاعة الثنائية في التفدي هذا الشكل ده، الهدى والضلال لابد أنهم الاثنين يكونوا في الوجود، وهو بسيرنا بالاثنين، فرض على أبو جهل الضلال مرحلة وفرض على محمد الهداية، دي المصير الأصلي. بعدين زي ما خبر زي ما سخر أبو جهل ليفدي النبي، كل ما يجيه هو يطهر محمد، بعدين يسخر محمد ليعلم أبو جهل ليرفعه في الآخر للمصير ده. فالصورة إذن هي أنه الإرادة موجودة لكن محافظيها في الآخر، فكأننا نحن في الحقيقة في تخييرنا مسيرين، وتجي الصورة بأن مسيرنا للخير في إرادته العامة وإرادته الخاصة. إرادته الخاصة خير مطلق، إرادته العامة فيها الخير والهدى والضلال، وأن المهتدي في الضال في الحال يكون مهتدي في المآل، لأنه الله مسيره للهداية. دي الصورة بتاعت يمحو الله ما يشاء ويثبت في التغيير في الإرادة دي، وعنده أم الكتاب اللي هو مسيرنا لها. نحن الحقيقة عندنا كان فصل كبير في الموضوع ده في الرد على دكتور مصطفى محمود. دكتور مصطفى محمود من ناحية الفكر بيجد أن الإنسان لابد أنه مخير، مخير في ضميره الداخلي، لكن حتى لما أنت تجد يعني من ناحية الفكر تلقى أنه الإنسان لو فرض أنه مخير، مخير في أن يفعل شيء، الفعل ده لازم يمر على عقله وعلى إرادته وعلى قدرته. أي فعل نحن نفعله لازم يكون علم وإرادة وقدرة، يعني نعلم الحاجة اللي عايزين نعملها ونحددها ونقدر عليها. إذا ما حصل دي يكون العلم مفتوح. طيب إذا كان نحن بنريد حاجة، مثلا عايز أمشي للسوق أو أقعد، في فعلين الاثنين قايمات قدامي، ولا امشي للسوق ولا ارقد في وطي وانا راقد في وضعي ذاك بفكر في الموضوع، لابد ان يتقرر قرار يرجح واحد من الاثنين. اذا ترجح اني امشي السوق، الترجيح ده ما ممكن يكون الا بالعقل، بعدين يتحتب الوضع ده اقوم امشي. العقل انا ما بملكه، العقل انت بتجيبه من ابوين ما تعرف صورته شنو، ما انت اخترتهم، قد يكون العقل ناقص، قد يكون معتوه الأب ولا الأم والواحد يجي بوراثة من النوع ده، أو قد يكون الإنسان ولد من أبوين في بيئة ما تديه فرصة للتعليم. يعني كأنه نحن حتى في اختيارنا ما دام عقولنا هي اللي بتقرر اختيارنا، الإحاطة بها ظاهرة، ما دام ما بنملك عقولنا دي جات من وين وتعلمت كيف وظروف معيشتها كيف، ويبقى التسيير هو المؤكد ما فيه شك، لكن في دقائق في غاية الدقة والواحد ما بيقدر يصل فيها، زي ما تكون المسألة يعني 2 زائد 2 يساوي 4، ما تبقى كده أصلا إلا فرق في الغيب دائما.